السلام عليكم، أحييكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد. نبدأ أولى ملفاتنا الصحفية من صحيفة الجزيرة، والتي نشرت خبرا حمل عنوان خادم الحرمين يأمر بإعداد مشروع نظام مكافحة التحرش. تناولت فيه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بإعداد مشروع نظام مكافحة التحرش. صحيفة المدينة بدورها تابعت ذات الخبر، حيث أشارت إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه حفظه الله وزير الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال 60 يوما وإكمال اللازم. نرحب بضيفي في الاستوديو، أحمد السالم كاتب صحفي، والدكتور محمد الشمري كاتب ومستشار قانوني. أرحب بكما معنا. أبدأ بداية في هذا الخبر معك أستاذ أحمد، يعني والحديث عن النظام الجديد الذي وجه إليه خادم الحرمين الشريفين بإصداره خلال 60 يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خلال الفترة الماضية صدر قرار موافقة لقيادة المرأة. نعم. طبعا قرار قيادة المرأة سيتبعه تشريعات أخرى، منها ما هو هذا المشروع التحرش، إضافة إلى أنه في المستقبل سيكون نظام بالمرور وتشريعات كاملة. نعم. حتى تكتمل خروج التنظيم المقترح لقيادة لكن في ضوء هذا القانون، كيف استقبلت هذا القانون؟ طبعا هو بلا شك، بما أن المرأة ستقود داخل السعودية، فبالتالي تحتاج إلى هكذا أنظمة. إن لم تضع هذه الأنظمة فأعتقد أنه ستكون المسألة فيها نوع يعني هي المرأة حاليا تتعرض لبعض المضايقات من خلال التحرش اللفظي، هذا القانون سوف يحد من هذه الجانب كثيرا. أولا يجب أن يعني لا نخطئ في الوصف، هو يعتقد البعض أنه لا يوجد لدينا نظام يحمي المرأة إلا بعد هذا القرار. لا، هو لدينا نظام يحمي المرأة من التحرش. نعم. ولكن الجديد في الأمر هو أنه هناك نظام صدر حديثا بالسماح لقيادة المرأة، فبالتالي هذا المشروع يرتبط بأمر المقام السامي بالسماح للمرأة بالقيادة. نعم. فلذلك يجب أن لا نخلط، قد ينظر لنا في الخارج أنه لم يكن لدى السعودية لا نظام. هذا الأمر طبعا بكل تأكيد أنه موجود، لكن هذا القانون ربما يعزز جانب مهم وهو جانب حماية المرأة. دكتور محمد، يعني وأنت مستشار قانون، يعني هذا يعزز من شيء آخر، مبدأ المواطنة وسيادة القانون، وأيضا الشراكة في تحمل مسؤولية الفرد بما يصدر من سلوك تجاه الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أولا لاستضافتنا في هذا البرنامج. نعم، طال عمرك التحرش سلوك تعاني منه كل الشعوب تقريبا. نعم. وهناك دول سنت تشريعات لمكافحة التحرش، ونحن بحاجة إليه لكي يوجد نظام أو قانون يعرف التحرش مثلا، ويحدد العقوبات أيضا، يحدد العقوبات ويحدد ما هي وسائل الإثبات، وأيضا يضبط السلوك. التحرش يستغل من الطرفين، من كل الجنسين، وأحيانا يستغل لإثارة قضايا غير حقيقية، كما نسمع أحيانا تستهدف بعض الشخصيات أو بعض البدعات كاذبة، وأحيانا يوجد خلط ما بين العبارات العادية والعبارات التي تفسر على التحرش أو التصرف أو السلوك الذي يعتبر من مفهوم أنه تصرف عادي، أو يفسر على أنه تصرف يعتبر أنه تحرش. فمحتاجين حقيقة مثل هذا النظام حتى يضبط السلوك ويحمي الجميع، بالذات النساء، في إطار العمل في الشارع في الأماكن العامة. وأعتقد الفكرة طرحت قبل فترة على مجلس الشورى، لكن لا أدري لماذا تعثرت، فالآن نرحب بهذا القرار. نعم. بعد البحث من جديد. دعنا قبل ذلك يا دكتور وأستاذ أحمد أيضا نأخذ التفسير القانوني للتحرش من خلال استضافتنا عبر الهاتف حاليا بيان زهران المحامية والمستشارة القانونية. أرحب بك معنا في طبعة المشاهد. يعني بداية أعطينا ما هو التفسير القانوني للتحرش على اعتبار أنه سوف يصدر. يعني تحية طيبة لك ولجميع المشاهدين. طبعا هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تنمية هذا الوطن وحماية الكثير من السيدات.
طبعا احنا نعرف انه في كثير من السيدات يخشوا حتى الان الاحكام الصادره في موضوع التحرش تكون احكام تعزيريه. نعم. الاحكام التعزيريه تكون مختلفه من قاضي الى اخر بحسب طبعا ايضا حجم الضرر المترتب على هذا الفعل والتعدي. عدم وجود نظام في الفتره الماضيه ادى الى خوف كثير من الضحايا من الاقدام على هذه الخطوه لعدم وجود طبعا آلية واضحة وإجراءات واضحة. هذا من جانب. من جانب آخر الخوف من الفضيحة أو العار، هذا طبعا من جانب اجتماعي أنا أتكلم وليس من جانب قانوني، لأني أتعامل مع كثير من السيدات تقول طب هل هناك طبعا في النظام ما يضمن لي السرية وتوفير الأمان في حال إذا تم الإبلاغ؟ عدم وجود نظام يؤدي بشكل أو بآخر إلى تخوف الحالة أو الضحية من التبليغ لدى الجهات المختصة. نعم. حتى وإن كان هناك أحكام تعزيرية. اسمحي لي فقط يعني أيضا يعني حضر السؤال، يعني في ضوء هذا القانون أو المتوقع أن يصدر، يعني هل تتوقعين وأنت محامية أن يقتصر هذا القانون على المرأة أم بالإمكان أن يتوسع ليشمل المرأة والرجل وأيضا الطفل؟ بالتأكيد سيتوسع ويتم حماية كل الأطراف. يعني إحنا في الغالب وبناء على الحالات اللي نشوفها أكثر الضحايا بيكونوا من الأطفال والنساء، بصفتهم هم الجانب الأضعف. فالأساس أن يتم توفير الحماية للجانب الأضعف. في حال إذا كمان أيضا تم التعدي على الطرف الآخر الرجل مثلا أو التحرش بالرجل، يعني لابد أن يكون هناك عقوبات أيضا. فأتوقع أن القانون سيشمل جميع الأطراف. نعم، كما ذكرت أستاذ بيان أنه العقوبات في هذا الجانب هي تعزيرية وتختلف من قاضي إلى آخر، برأيك يعني هل ممكن أن نقول أن هذا النظام سوف يغلق باب الاجتهادات الفقهية في نوع ومدة العقوبات الجزائية؟ بالطبع طبعا وجود نظام سيوضح ما هي العقوبات المترتبة على الأفعال وتعريف التحرش وما هو الحد الأدنى للتحرش، ما هي العقوبات في حال الحد الأدنى للتحرش إذا كان مثلا تحرش لفظي، إذا كان التحرش تعدى المرحلة اللفظية وكان تحرش أدى إلى ضرر مثلا لا سمح الله جسدي، هناك عقوبات ترتفع. فطبعا من الناحية القانونية التحرش له عدة أنواع والضرر المترتب عليه له عدة أنواع، بالتالي العقوبات ستختلف أيضا ولكن سيكون منصوص عليها في بنود ومواد النظام الذي ننتظر استحداثه قريبا بإذن نعم. الله. أيضا وأنت محامية هل تتوقعين أن تكون العقوبات رادعة وقاسية في هذا الجانب؟ أكيد طبعا، لأنه التحرش من الناحية الشرعية هو تعدي على الأعراض، وهذه طبعا من يعني من الأمور الأساسية في الشريعة الإسلامية حماية الأعراض. نعم. فستكون طبعا العقوبات رادعة جدا، وخاصة إذا كانت يعني استغلال للطرف الأضعف. نعم. اللي هو طبعا المرأة أو الطفل. نعم. الأستاذة بيان زهران كاتبة وأيضا محامية وأيضا مستشارة قانونية، شكرا جزيلا لك. أستاذ أحمد السالم، يعني هل لك تعليق على هذا الجانب؟ أولا يعني يجب أن ننظر للموضوع أنه هناك حدث طرأ جديد على المجتمع السعودي وهو قيادة المرأة. إحنا لا يجب أن نخلط أنه التحرش الآن أنه سيكون للنساء التلفظ سواء في الأماكن العامة، هذا كان موجود. إحنا بلد تحكم بالشريعة من نشأتها، والشريعة كفلت للجميع، مرأة طفل، حتى التحرش موجود إذا تم الادعاء على شخص أو مجموعة أشخاص أو بقضية تحرش، كان هناك موجود نظام. ولكن يجب أن يعني نوضح الصورة بشكل أبسط، أنه هذا حدث جديد، قيادة المرأة لم يحدث من نشأة المملكة العربية السعودية، فبالتالي كان تحتاج المرأة في الشارع إلى نظام يحميها. أنت لعلك رأيت كثير، وأعتقد أنه هناك قضية رفعت على
إحدى المغردين أو يهدد المرأة. هنا السؤال، أنك النائب العام هو بالأمس يهدد المرأة، يهدد النساء، فذلك أمر بالقبض عليه. فهذا النظام التحرش أنا أعتقد أنه سيكون في معظمه لهذا القرار، وإلا ولله الحمد لدينا قضاء ولدينا نظام سابق يحمي المرأة، يحمي الطفل، يحمي المجتمع. ولدينا الشرع لم يترك مسألة إلا وغطاها، فبالتالي حدث معطى جديد، فبالتالي كيف نتعامل مع هذا المعطى؟ يجب أن يكون له تنظيمات، تشريعات جديدة. فبالتالي أنا أعتقد من وجهة نظري أنه أعمال إذا صدر هذا المشروع أعماله تقريبا 70-80% تكون مختصة بهذا الأمر. نعم دكتور، يعني في ضوء ما ذكرت أيضا المحامية معنا بيان زهران عن أن هنالك اجتهادات وهي تعزيرية بعض الأحكام وتختلف من قاضي إلى آخر، هذا أيضا يعزز مكانة المرأة من خلال هذا القانون، وتخصيص أيضا عقوبات جزائية ورادعة لكل من تسول نفسه بإيذاء المرأة سواء كان لفظيا أو جسديا. صحيح، طبعا هذا يتوقف على قوة النظام إذا صدر. إحنا الآن أمام فترة زمنية قد تكون ضيقة، طبعا يتوقع من وزارة الداخلية أن تشكل لجنة وتستقطب خبراء لوضع مشروع هذا النظام ورفعه لمجلس الشورى ومن ثم لمجلس الوزراء لإقراره. نتوقع طبعا أن تحدد العقوبات، أولا أن يعرف التحرش ثم تحدد العقوبات، وأيضا هذا النظام سوف يضبط السلوك وسوف يساعد الجهات المختصة وسوف يحدد الجهات المختصة بالتحقيق والمحكمة المختصة أيضا ويحدد العقوبات. قد تكون عقوبات محددة وقد تكون يعني تضع حد أدنى عقوبة، يعني أنه لا تقل عن مثلا الحبس والغرامة أو شيء أو ثمن القبيل حسب طبعا دعوة التحرش. نعم. قد يكون لفظي وقد يكون مادي التحرش حسب خطورة الفعل. نعم. لكن يعني هذا النظام المجتمع بحاجة إليه مثل ما هي المجتمعات الأخرى بحاجة إليه لضبط السلوك. نعم أيضا تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري. دكتورة مها أرحب بك معنا. أيضا يعني هذا القانون في ضوء حماية الأسرة كيف تنظرين له؟ شكرا أخي، وبداية أحب أن أبارك للرجال والنساء هذا الوطن بهذين القرارين العظيمين، سواء قيادة المرأة للسيارة أو دراسة نظام مكافحة التحرش. بس أنا أعتقد أنه جاء هذا القرار ليؤكد للمجتمع شيئين. أولا أن المرأة مستمرة في المشاركة في التنمية وأنها ستكون موجودة في الحياة العامة وفي الساحة الاجتماعية، وبالتالي وجب حمايتها وهي موجودة في الحياة العامة. ثانيا يؤكد على أن تمكين المرأة من حقوقها من خلال وضع السياسات التي تحميها خارج المنزل هو أحد المؤشرات التي تقاس عليها تقدم وتطور الأمم. ومشان كده نشوف أن رؤية 2030 أكدت على تمكين المرأة في الحياة العامة سواء في الوظائف، خلق وظائف لها اقتصاديا أو اجتماعيا، ويمكن القرار الأخير في سماح المرأة لاستخراج فرصة قيادة وقيادتها هذا برضه يؤكد على تمكين المرأة في الحياة الاجتماعية. ودي أوضح هنا أن في عام 2014 ظهر نظام الحماية من العنف والإيذاء. هذا النظام صراحة متكامل ويطبق الآن على أرض الواقع، وهو يحمي المرأة داخل الأسرة من سواء تحرش جنسي أو إيذاء جسدي أو أهمال أو كل أنواع العنف داخل الأسرة. سيأتي هذا النظام مكملا ومتزامنا مع القرار قيادة المرأة لحماية المرأة في الحياة العامة، ليكون أصلا نظام احترازي وللضبط. لا يعني أنه عندنا مشكلة في أو ظاهرة في التحرش بالنساء في الحياة العامة، لكن هذا نظام موجود بكل دولة. هذا سوف يحمي المرأة اللي تمشي على رجولها، يحمي المرأة اللي جالسة في مكتبها، يحمي المرأة اللي في السوق، يحمي المرأة اللي قاعدة تسوق سيارتها. ولذلك أتفق مع الأخوان اللي قالوا يجب أن يوضع تعريف واضح للتحرش وتحدد أنماط هذا التحرش، لأنه للمواطن وللمسؤول، لأنه للأسف الكثير من المواطنين والمسؤولين ما يعرفوا إيش يقصد بالتحرش، يعتقدوا أنه شيء عادي، يعني سواء تحرش بالإيحاءات أو تحرش بالإعتداء
بالابتداء أو باللف أو حتى برسالة إلكترونية، هذا كله من أنواع. لكن دكتورة يعني هو في 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 خضم ذلك يعني القانون أيضا يحمي الأسرة أيضا لاعتبار أن التحرش له تداعيات أخرى تضر بالأسرة. كانت معنا الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري، شكرا جزيلا لك. أيضا ننتقل مشاهدينا الكرام إلى ثاني ملفاتنا الصحفية والتي نقلت فيها الصحف المحلية تصريح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عبر وكالة الأنباء السعودية، والذي أشار فيه إلى أن الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث يعد قرارا تاريخيا، مؤكدا على أن رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع. دكتور محمد، يعني نظام المرور ينطبق على كلا الجنسين حاليا، ولذلك وزارة الداخلية جاهزة سواء كان هذا فقط يشمل الذكور القيادة أو حتى الإناث، كيف تعلق على ذلك؟ طبعا نظام المرور لم يستبعد المرأة، نعم. كان يطبق على الجميع، لكن وفق العرف المطبق ووفق التقاليد اللي طبقت عندنا الفترة الزمنية استبعدت المرأة الحقيقة بسبب أعراف أو بسبب تخوفات، لكن المرحلة وتطورات المرحلة استدعت وتطور تدريجي لإنصاف المرأة وأيضا تنفيذ الاتفاقيات الدولية المملكة صادقت عليها بما يتعلق بعدم التمييز في الحقوق بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. فهذا تطور تدريجي المرأة من التعليم إلى المشاركة السياسية إلى المشاركة في المجالس التشريعية البلدية، الآن وصلنا لمرحلة تمكينها من قيادة السير. لكن حقيقة أنا أقول وزارة الداخلية وإدارة المرور أمام تحدي كبير، نتمنى تطبيق النظام لا يكون فيه تمييز لصالح المرأة، لأن النظام طبعا فيه مواد تنص على الحبس. الآن من يتولى الضبط ومن يتولى الحبس؟ هل تطبق على المرأة؟ إذن هذا نحتاجنا إلى أقسام نسائية في أقسام المرور، وهذا موجود، تحدث عن وزارة الداخلية أنا لديها قسم نسائي كان لقافات أو ما شابه ذلك. نعم. فبالإمكان أيضا يعني يعني في ظرف مدة هذه الوجيزة التي تسعى أشهر نعم تجهيز هذه الأمور، لكن أنا شخصيا أتوقع أن تؤجل، أنا شخصيا إلا إذا وزارة الداخلية سابقت الزمن طبعا واستقطبت ووظفت ووضعت في كل المدن والمحافظات أقسام تعني بتطبيق المرور فيما يتعلق بالمرأة بما يحافظ على خصوصيتها وعلى قيمنا. نعم. وعلى قيمنا لكن انعكاساته هذا اجتماعيا جيد جدا، انعكاس اقتصادي ممتاز جدا، التخلص من أعباء مالية كانت تنزفها أفراد لا نستفيد منهم، يقيم معك في البيت، بالتالي يمكن الإحصائيات التي نشرت بالصحف تقدر بالمليارات، هذه سوف تكون تعزز الادخار الأسرة السعودية، أيضا يساعد الأسرة السعودية على الاعتماد على نفسها. وجود السائق سبب كسل للجميع، هو لا يؤدي فقط خدمة المرأة في البيت، أيضا يقضي مستلزمات كثيرة للمنزل. نعم. أيضا تلافي السلبيات الاجتماعية عن احتكاك أو وجود أشخاص من ثقافات مختلفة عننا يتواجدوا بنفس المنزل ويحتك مع النساء والأطفال مع المجتمع، فكانت لها أضرار اجتماعية. طبعا مع تقديري واحترامي لمن خدم الأسر السعودية بأخلاق، سواء من الوافدين من الجنسيات العربية والأجنبية، واستفادنا منهم واستفادوا بالناس، بنفس الوقت حافظوا على واحترموا قيمنا. نعم. وأنت جئت على ذكر السائقين، وأيضا أستاذ أحمد يعني يحد هذا من تدفق الأموال للخارج، وبالتالي في ضوء رؤية 2030 هذا الأمر يعزز الاقتصاد والناتج المحلي أيضا في تدوير المال السعودي في الداخل. طبعا احنا نتكلم تكلمت جزئين عن السائقين وعن طبعا احنا ما لنا الارقام، لانه لم تخرج لنا اليه معينه قياده مراه والسائق، هل سيمنع في مكان معين السائق؟ ممكن هل نقول انه اسره مكونه من الاب والام ومثلا اربع بنات اصبح لديهم ست سيارات، هل سيمنع تمنع هذه الاسره من استخدام سائق؟ إلى الآن الرؤية طبعا لا أعتقد أنه قرار اختياري،
القرار اختياري. القرار اختياري ليس زاري. قرار اختياري نعم في هذا الجانب. إذا أنا أعتقد لا هو اختياري لقيادة المرأة. ليست مجبرة. ولكن إذا فعلا اختارت أنها تقود هل الأسرة هذه ستمنع من استخدام سائق عند طلبها؟ لا 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 ممكن أن إذن النظام إذن النظام إذن نعم سوف يبقى السائق واستخدام السائق موجود ولكن يبقى الأمر والخيار أمام الأسرة يعني في استخدام سائق أو لا أو البقاء يعني على بهذا الشكل سيبقى نعم السائق بهذا الشكل سيبقى السائق لأنه ستكون نعم الأسرة تبرر بأنها حاجة. هو للأسف الشديد كانت تبريرات في السابق قبل القرار كانت تبريرات واستخدام ورقة قيادة المرأة كانت أنها للضرورة هو. فبالتالي اليوم نعم أنا أشوف أنه لم يكن قرار المنع سابقا عادة أو القرار كان أؤكد فقط أؤكد لك أستاذ أحمد يعني القرار جاء وفق رؤية 2030 وبالتالي نعم دعني وبالتالي هو يعني يحاول الحد من تدفق الأموال للخارج من خلال صحيح أجور السائقين التي تذهب شهريا إلى الخارج. سوف ننتقل إلى المحور الثالث ونكمل في هذا الجانب وإلى آخر ملفاتنا الصحفية لهذا اليوم من صحيفة مكة التي عنونت 14 وظيفة نسوية جديدة رصدت فيه مكة 14 وظيفة سيكون بمقدور المرأة مزاولتها بعد بدء تنفيذ القرار، من ضمنها محلات تأجير السيارات وقطاع النقل السياحي وبعض أنشطة النقل لها كنقل المعلمات ونقل الطالبات. وتحت عنوان قيادة المرأة تنعش قطاعات الوظائف والسيارات والتأمين أشارت صحيفة الوطن إلى أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة سيساهم في تحريك الوضع الاقتصادي والعديد من القطاعات التكاملية مثل معارض السيارات وشركات التأمين ويتيح فرص عمل للمرأة ويوفر المليارات التي كانت الأسر تتكبدها بسبب تكاليف السائقين. وأخيرا من صحيفة اليوم والتي ذكرت بأن قرار الملك بالسماح للمرأة بقيادة السيارات سيوفر من إنفاق الموظفات السعوديات على قطاع النقل والذي قد وصل إلى أكثر من 30 مليار ريال سنويا حسب الصحيفة. أستاذ أحمد لم يعد هناك متسع من الوقت ولكن في 30 ثانية أتعلق على هذا الملف. طبعا احنا اليوم زي ما قلت لك القرار حدث جديد له إيجابيات وفق ضوابط شرعية ولكن أيضا يجب أن لا نضع كل الأمور أنها إيجابيات، يجب أن نتتبع سلبياتها ونعالجها أول بأول. وإن كان في وقت لي أنا نصيحة للنساء اليوم أعطيته هذا الحق، لم أجد عالم أو هذا يمنع هذا نعم الشيء بمبرر شرعي ولكن وفق مفاسد ومصالح. اليوم عليكم نعم أن تثبتوا أن القرار أن كان مفسد وهذا صحيح وهذا مستوى الوعي التي وصلت إليه المرأة السعودية نعم في ضوء هذا القرار. بس تعليق سريع يعني وتوفير الوظائف في هذا الجانب. نعم أنا أتفق مع التقرير سيعزز الوظائف لأن كان في الفترة الماضية نعم تحكم كثير من النساء عن الوظيفة بسبب النقل لأنه يستقطع جزء كبير من الراتب وبالتالي تعزف عن هذه الوظيفة. نعم أشكر ضيفي في الاستوديو الكاتب أحمد السالم والدكتور محمد الشمري كاتب ومستشار قانوني. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.